هاي السلام عليكم. السلام عليكم. Look, we are not happy with the result. We wanted to win the game. احنا غير طبعا سعيدين بنتيجة المباراة، كنا نتمنى الفوز بالمباراة. But after the game I congratulate the players. بس بعد المباراة انا هنأت اللاعبين على المستوى المردود اللي قدموه اليوم. Because they done everything, they showed the character. لأنهم اليوم أدوا ما عليهم كل ما كانوا يستطيعوا تقديمه نادي الاتحاد، قدموه في الملعب وكان عندهم شخصية في الملعب. To come twice from behind in a very difficult situation for us. إنك ترجع بنتيجة وأنت مهزوم 2-0 بعد سلسلة من الهزائم وموقف صعب جدا للاعبين بيمروا فيه. It couldn't start worse for us. We conceded a goal from a first cross.